الشعور اللي ينتابني هو نفس الشعور اللي ينتاب كل المتطوعين. يمكن نحن بمشروع المياه مشروع النتائج اللي عم نشوفها بشكل مباشر، نشوف نتائج حلوة، نشوف الناس اللي عم تصلها المي. ما في أحلى من الشعور وقت تشوف الأطفال وقت عم يصلهم المي النظيفة، وقت عم يصلهم احتياجاتهم من المياه، سواء كانوا هن بالدرجة الأولى كأطفال أو لأهاليهم أو للمستفيدين بشكل عام.